عمت مشاعر الحزن والأسى أرجاء السودان لرحيل سمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. نعم، الشارع السوداني أبدى تأثره برحيل قائد العمل الإنساني ونعى الأمير الراحل معتبرا أن وفاته تعد خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي. ما أن سرى خبر رحيل فقيد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلا وقد عم الحزن الشارع السوداني الذي يحمل الحب والعرفان للراحل بعد أن سبقت أعماله سيرته العطرة. في إحدى المخيمات التي أشرفت عليها جمعية الهلال الأحمر الكويتي ساد الحزن وزرفت الدموع على رحيل الأمير الراحل طيب الله ثراه وانهالت الدعوات له داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته. حملوا صوره كما حملوا حبه في قلوبهم قائدا إنسانا يرحم المحتاج ويجمع الشتات ويسعى لرأب الصدع بين الأشقاء. نترحم على أمير الكويت طيب الله ثراه، وهو رجل سفير للإنسانية خاصة في الدول العربية والدول الإفريقية، وفي الدول الإفريقية على وجه الخصوص السودان، فقدم للسودان شيء كثير جدا، نسأل الله أنه يتقبله ويجعله في أعلى جنانه إن شاء الله. رجل اتفق الجميع على سيرته العطرة التي سبقت أعماله وأفعاله، إذ يحفظ السودانيون حكومة وشعبا لدولة الكويت وقفتها الإنسانية في كل المحن. تتفطر قلوبنا لفقده، وهو قائد العمل الإنساني، وبالتالي فإن بفقده نشعر بأننا قد فقدنا حكيما وفقدنا أبا عطوفا رحيما. سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه الذي اجتمع الجميع على حبه وحكمته ورحمته أصبح رمزا من رموز الإنسانية بعد أن أصبحت دولة الكويت في عهده مركزا للعمل الإنساني وسباقة لنجدة الآخرين. يعجز اللسان عن التعبير عن مشاعر الحزن والأسى والألم بفقيد الكويت وفقيد الأمة العربية وفقيد الأمة الإسلامية وقائد العمل الإنساني وصوت الاعتدال وصوت الحكمة وصوت التوازن ومؤسس قواعد الدبلوماسية الكويتية. تظل أدوار الكويت الإنسانية باقية في نفوس السودانيين بعد أن رسخت بصمتها بفضل حكمة وإنسانية الأمير الراحل طيب الله ثراه الباقي بأعماله وسفر إنجازه غير المسبوق في العمل الإنساني. ألقى عصا الترحال لكنه خلد أعظم ذكرى للإنسانية وأرسى مبادئ تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. سيشهد التاريخ لسمو أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه بأنه حمل الرسالة وأدى الأمانة ونقش اسمه بأحرف من نور في جدار العمل الإنساني. لتلفزيون دولة الكويت، أماني عبد الرحمن السيد، الخرطوم.